عيا وغيرها tout de suite في tour de table. Tour de table. مقير. Tour de table. باش نحكيو على مهرجان عريق، مهرجان دولي، باش نمشيو للصحراء ونحكيو على المهرجان الدولي للصحراء بيدوز الدورة 54 من 22 حتى 25 ديسمبر. باش ناخذوا أكثر التفاصيل معنا مدير المهرجان سي مجيد بوخريس. مرحبا بك سي مجيد عبر إذاعتنا. أهلا بيك ومرحبا بيك وتحية ليك وتحية لكل مستمعي راديو الحياة بالقروان. الله يخليك، مشكور جدا على المداخلة معنا. كما كنا نقولوا الدورة هذه هي دورة 54 وتنطلق إن شاء الله أبختير من 22 ديسمبر حتى 25 ديسمبر. شنو نتوقعوا من الدورة هذه قبل ما نحكيه على البرنامج بالتفاصيل؟ كما نتصور تابعته يوم أمس الندوة الصحفية في تونس العاصمة اللي عرضنا فيها كل تفاصيل البرنامج الدورة 54. كما تعرفوا بعد الدورة 53 اللي كانت دورة بعد عام من الكورونا، كانت دورة فيها العديد من الصعاب، لكن تحدينا الوضع والحمد لله وقمنا الدورة وكانت دورة متميزة. الدورة 54 كان الحلم أكبر. هذه دورة تبات في شموخ المهرجان، تبات في ضخامة هذا المهرجان الدولي للصحراء بيدوز. في الحقيقة جلسات ماراثونية كبيرة قامت بها هيئة المهرجان لإعداد برنامج ثري ومتميز، والعديد إن شاء الله تشوفوا العديد من الأنشطة الجديدة في هذه الدورة. واضح. كما قلنا الانطلاقة تويتي بنهار جمعة كمان يشغال تسيمة جيدة. أي هي احنا انطلقنا في الانشطه المبرمجه للمهرجان، هنالك العديد من الانشطه قبل ايام فعاليه المهرجان وفي المهرجان. بالنسبه للانشطه اللي ما قبل المهرجان انطلقت يوم الجمعه 9 ديسمبر اول نشاط، وهو انطلاق تظاهره تحدي الصحراء لتثمين السياحة الرياضية الصحراوية بالتعاون والاشتراك مع مجموعة صقور الصحراء. قام بها العداء منصور الصحراوي اللي هو اليوم في مرحلة الخامسة، اليوم في حدود مدينة صفاقس، وسيكون الوصول إن شاء الله يوم افتتاح المهرجان اللي هو يوم 22 ديسمبر. كذلك هنالك في فضاء الباراديزو تم عرض لفيلم طلع النضيد، فكرة وسيناريو وتنفيذ علي بن محمد وهو ابن المنطقة. فيلم هذا تعرض في جي في أيام قرطاج السينمائية مؤخرا. واضح به. هذه فيما يخص يعني قبل غيالما البداية الأوفيسيال للمهرجان. المهرجان يبدأ الانطلاقة نهار الخميس، و يعني الانطلاقة تبدأ من الصباح اللي هو أبختيغ من التسعة متاع الصباح، باش يكون عرض افتتاح المهرجان، باش يكون بالمجوريت، باش تكون زادة فما خيمة صحية للهلال الأحمر التونسي بالضبط، و باش يكون يعني فما انطلاق زاد نقاط الاستعلام والارشاد من طرف فوج الكشافه. هذه يعني في الصباح. هو باش ينطلق الفعاليات كما ذكرت سيادتك يوم 22 في تنشيط بساحه الصناعات التقليديه، وكذلك في نفس الوقت ستنطلق كل المعارض اللي مبرمجينها في المهرجان، وفي دار الشباب ابراهيم بن عمر حمد السلامه المروريه، مقر جمعيه ابتسامه ولاول مره معرض جيت الجزائر من 22 الى 25 ديسمبر، وانطلاق فعاليات القطار السياحي هذه باش تقوم بها جمعيه ابتسامه. وفي المنطقه السياحيه وهي كذلك لاول مره عرض المناطيق بالاشتراك مع الجمعيه التونسيه للمناطيق. يعني سي مجيد خلينا نحكيوا على اهم العروض اللي بتكون في الدوره الكل، يعني اهم ما باش يجي والعروض اللي تمتاز بها الدوره ال 54 بالنسبه للمهرجان الدولي للصحراء. كما قلنا اهم العروض هي اولا العروض المجدده، النشاطات الجديده اللي ارسمناها في هذا البرنامج وذكرت بعض منها. وكذلك لسنين وقيام في الهيئه شفنا المحافظه على الموروث التقليدي وطابع المهرجان الاصلي اللي كان يشوفوا فيه احباء ومعنا ضيوف دوز منذ سنوات طويله، ولكن
في نفس الوقت خممنا في تجديد عرض هذا البورود إن شاء الله نشوفه شكل جديد لشكل جديد لعرض عاداتنا وتقاليدنا. كذلك السهرات الفنية اللي حبينا من نوع السهرات الفنية إن شاء الله بيشوفون بعدنا اليوم الأول ليلة الأولى للمهرجان تحييه الفنانة آمنة فاخر. ليلة ثانية للمهرجان خممنا في الإخوة الليبيين الفن الليبي إن شاء الله يأتتون خيمة ليبية كبيرة اليوم الثاني. والسهرة الحدث اليوم الثالث اللي هي سهرة السمور واللي هي من أهم حد الآن من أهم الفقرات, والجمهور دائما يطالب بسهرة السمور. إن شاء الله نطور كل سنة في سهرة السمور لأنها بدت من أهم السهرات في مهرجان دوز. إن شاء الله يا ربي, إن شاء الله تكلل الدورة هذه بالنجاح ومن حسن إلى أحسن, وإن شاء الله نكون معكم زادة في التغطية لعيشك لكل الدورة. مشكور جدا سي مجيد بوخريس مدير المهرجان الدولي للصحراء بدوج الدورة 54. مشكور جدا على كافة التفاصيل اللي متتنا بها وتفاصيل البرنامج بالنسبة لليوم في تور دو تابل. يلا احنا مازلنا متواصلين معكم.